أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الرياضة اليوم التي نبدأها كالمعتاد من المغرب، حيث أرغم نادي شباب الريف الحسيمي مضيفه الجيش الملكي على التعادل السلبي وبدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم برسم ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العرش لكرة القدم. وعرفت هذه المباراة طرد لاعب حمزة حجي لاعب فريق الجيش الملكي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، علما بأن الفريق العسكري كان قد خسر أيضا خدمات لاعبه المهدي بالرحمة في مباراة المغرب التطواني الأسبوع الماضي. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين ما بين 8 و9 من الشهر الجاري. وضمن ذات الدور أيضا وقع نادي الدفاع الحسني الجديد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعه بضيفه الفتح الرباطي على ملعب العبدي. وتقدم نادي الفتح في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مراد باتنا. في الدقيقة 55 عدل اللاعب مامادونيانغ النتيجة لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب. وفي لقاء آخر لم يكتب له أن يجرى فاز فريق أولمبيك خريبكا على مضيفه الرشاد البرنوسي بثلاثة أهداف نظيفة نظرا لغياب ملعب خاص باللقاء وعدم حضور الفريق الضيف. وضمن ذات الدور أيضا اكتفى نادي شباب أطلس خنيفرة بالتعادل السلبي مع ضيفه نادي اتحاد المحمدية. ونبقى في المغرب، حيث تنطلق يوم السبت المقبل البطولة الوطنية الاحترافية موسم 2015-2016 بلقاء يجمع الفتح الرباطي بضيفه الرجاء البيضاوي. ومن أبرز اللقاءات المنتظرة خلال الجولة الأولى قمة الدار البيضاء بين حامل اللقب نادي الوداد وضيفه الجيش الملكي المنتشي مؤخرا بالتألق في مسابقة كأس العرش. أما الوافدين الجديدين على قسم الأضواء نادي اتحاد طنجة ومولودية وجدة فسيستقبل الأول فريق المغرب الفاسي في طنجة، فيما سيرحل الثاني لمراكش لمواجهة الكوكب المحلي. دخل المنتخب الوطني المغربي في معسكر إعدادي بمدينة أكادير تحضيرا للقاء منتخب سانتومي في 5 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية الخاصة بالمجموعة السادسة والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الجابون 2017. ولا هامش هذا المعسكر عقد الناخب الوطني بدو الزاكي ندوة صحفية أكد فيها أن العناصر الوطنية عاقدة العزم على العودة بالنقاط الثلاث من سانتومي. ورفض الزاكي الاستهانة بالخصم الذي تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر، مؤكدا أن الأسود سيخوضون اللقاء بجدية وبحماس كبير من أجل تحقيق النصر. وقال الزاكي بأن قاعدة المنتخب الوطني كبيرة ولكنه اختار التشكيلة التي تتمتع بالجاهزية. هذا وسيجري المنتخب الوطني 5 حصص تدريبية في أكادير قبل الرحيل يوم الخميس المقبل صوب سانتومي. حمل نادي ريال مدريد الإسباني مسؤولية فشل انتقال دافيد ديخيا إلى صفوفه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، واتهمه بالتأخر والتماطل في إرسال الوثائق التي استلمها بعد دقيقتين من إقفال باب الانتقالات. وأدى هذا التأخير إلى إفشال صفقة انتقال ديخيا وإلى انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاز إلى مانشستر يونايتد. وأكد ريال مدريد أن النادي الإنجليزي أدخل عند منتصف الليل بتوقيت إسبانيا المعطيات المتعلقة بانتقال دافيد ديخيا ولم يدخل المعطيات المتعلقة بنفاس في جهاز تسوية الانتقالات المستخدم من قبل الاتحاد الدولي لاعتماد الصفقات. وأضاف النادي الإسباني أن مانشستر يونايتد أرسل للريال في وقت واحد عقدي الانتقال الموقعين مؤكدا أنه استلمهما عند الساعة 2 فجرا وحاول الدخول لجهاز الفيفا فوجده مقفلا. وردا على تعليقات الصحف الإسبانية التي وصفت العملية بالمضحكة أكد النادي الملكي أنه قام بكل ما هو ضروري لإتمام الصفقة محملا المسؤولية الكاملة لنادي مانشستر يونايتد. أعلن نادي نونتا الفرنسي عن انتقال المدافع الدولي السنغالي بابي جيلو بوجي إلى فريق تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ولمدة 4 سنوات. وكتب نانت في موقعه الرسمي بأنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب السنغالي إلى صفوف النادي اللندني للمواسم الأربعة المقبلة. وسيواجه الدولي السنغالي منافسة قوية في خط الدفاع من الثلاثي المكون من جون تيري وغاري كاهل والفرنسي كورت زوما. ويعد بابي اللاعب الثاني الذي ينتقل من نانت إلى إنجلترا هذا الموسم بعد جوردان فيريتو والذي وقع مسبقا لنادي أستون فيلا.
ونبقى مع سوق الانتقالات، حيث أعلن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقد استعارة لاعب الوسط الكاميروني ألكسندر سونغ من برشلونة لمدة موسم إضافي. وقضى سونغ 27 عاما الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف ويست هام بعدما أخفق في دخول التشكيلة الأساسية لبرشلونة، والذي ضمه من نادي أرسنال مقابل 15 مليون جنيه استرليني عام 2012. وشارك سونغ في 31 مباراة مع ويست هام الموسم الماضي. وقال ديفيد جولد رئيس ويست هام يونايتد بأن فريقه توصل لاتفاق نهائي مع نادي برشلونة بشأن سونغ، مضيفا مرحبا بعودتك ألكسندر. بعيدا عن كرة القدم والتعاقدات، ننتقل للكرة الصفراء. ففي اختتام منافسات اليوم الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، قدم الإسباني رافائيل نادال لمحات من مستواه القديم ليفوز على منافسه الكرواتي بورنا تشوريتش بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 6-3 6-2 و4-6 و6-4. وقدم نادال عرضا قويا في أول مجموعتين ليعيد للأذهان مستواه السابق قبل تراجعه للمركز الثامن في التصنيف العالمي هذا الموسم. وسيتقابل الماتادور الإسباني في الدور التالي مع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي فاز على السويدي إلياس يامر الصاعد من التصفيات. من جهته شق الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا شق طريقه بسهولة نحو الدور الثاني بعد سحقه للبرازيلي جواو سوزا بثلاث مجموعات دون رد 6-1 6-1 و6-1. ولم يواجه جوكوفيتش أي صعوبة في مواجهة منافسه البرازيلي ليحسم بطل أستراليا المفتوحة وويمبلدون اللقاء لصالحه، ويضرب موعدا في الدور التالي مع الكندي فازيك بوسبيسيل أو النمساوي أندرياس هايدر مورو. ولدى السيدات بدأت سيرينا ويليامز مشوار إكمال ألقاب بطولات التنس الأربع الكبرى في عام واحد بإيقاع مرتفع بعد تقدمها على فيتاليا دياتشينكو في الدور الأول ب6-0 و2-0 قبل أن تستسلم اللاعبة الروسية وتعلن انسحابها من المباراة. ونزلت الأمريكية سيرينا حاملة اللقب أرض الملعب الرئيسي وسط حماس بالغ من الجماهير مع تبقي 7 مباريات فقط على إكمال إنجازها. وغادرت سيرينا بطلة أمريكا المفتوحة 6 مرات أرض الملعب بعد نصف ساعة فقط لتواصل مسيرة البحث عن اللقب في الأدوار المقبلة. بانتصار سيرينا نصل لختام الرياضة اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.